السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايب قلبي. معايا معاكم جيجي من مطبخ جيجي. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. انا هعمل معاكم النهاردة طاجن البامية باللحمة، زي ما انتوا شايفين كده احلى طاجن واحلى غدا واسهل غدا. طبعا مش هياخد منك وقت، طعمه جميل جدا وتغيير طبعا في الغدا. شفتوا شكل البامية كده باللحمة مع الرز؟ شكلها تحفة، تفتح النفس. وطريقتها بسيطة جدا، خليكم معايا كده خطوة بخطوة، ان شاء الله هنعملها بأسهل طريقة. تعالوا بقى نشوف المقادير. المقادير بقى سهلة وبسيطة جدا، موجودة عندك. لو عندك طبعا البامية اي كمية انت عايزها، انا معايا نص كيلو بامية، انا مقمعاها وغسلاها كويس جدا. كمان معايا عصير طماطم تبع الكمية اللي انت هتعمليها. كمان معايا مرقة، واللحمة انا مسوياها 3/4 سوا زي ما انتوا شايفين كده. بصلة يا متوسطة ومعلقة ثوم. معايا التوابل بسيطة خالص، طبعا مش بنحتاج اكتر من معلقة ملح، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة كزبرة ناشفة، ونص معلقة كمون. تعالوا بقى نشوف اول خطوة هنعملها. هنسلق البامية. احنا حطينا حل على النار، حطينا فيها مية بتغلي، هنحط بقى فيها البامية علشان نسلقها. انا مش عايزة البامية تتهري، انا عايزاها تكون 3/4 سوا عشان لسه هتتحط في الطاجن في الفرن. تاني حاجة هنعمل ايه؟ هنحط معلقة زبدة على معلقة زيت، هنحط فيهم البصلة والتومة وهنقلبهم مع بعض يدوب كده بس لونهم يتغير، ما نغمقش اللون قوي علشان ما تبررش. واول ما يبدأ لونهم يصفر كده هنبدأ نجهز عصير الطماطم. زي ما انتوا شايفين كده هو ده اللون. هنبدأ بقى نحط عصير الطماطم بالراحة خالص، هنقلبهم مع بعض وهنحط التوابل وهنغطيها ونسيبها تاخد وتدي مع بعضها كده. دلوقتي دي البامية بعد ما سلقناها وصفيناها. معايا اللحمة، طبعا البامية زي ما قلنا احنا نسويها 3/4 سوا بس. ودي الصلصة خلاص اتسبكت معايا اهي، هنبدأ نحط فيها البامية. طبعا الصلصة ما بنسبكهاش قوي تمام، علشان لسه هنحط فيها اللحمة وهندخلها الفرن. زي ما انتوا شايفين حطيت البامية واللحمة، هنسيبها كده مع بعضها تاخد غلوتين كده 5 دقايق على النار. زي ما انتوا شايفين كمان اخر حاجة حطيناها المرقة. كله كده هناخده مع بعض تقليبة وهنسيبهم مع بعض 5 دقايق، من 5 ل7 دقايق على النار. حابة تزودي بقى معلقة صلصة براحتك، هو كده كده تمام قوي. ودلوقتي خلاص البامية جاهزة، نحطها في طاجن في الفرن. هنجهز بقى، عندك طاجن ماشي، انا عندي بايركس هبدأ احطها فيها كلها كده بالراحة خالص كله مع بعضه. طبعا اخدوا غلوتين على النار كده علشان كله يشرب من بعضه تمام. هنبدأ بقى نحطها في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة، واول ما هتخرج هوريلكوا شكلها بقى عامل ازاي. وده بقى شكل البامية بعد ما خرجت من الفرن، زي ما انتوا شايفين شكلها تحفة يا بنات، وكمان الريحة جميلة جدا. احلى غدا واسرع غدا، سهل وبسيط جدا والطعم اكتر من رائع. ان شاء الله هتجربيها وهتعجبك. بس لو عجبتك ياريت تقولولي رأيكم ايه بقى في الكومنتات وتشجعوني، لان طبعا ارائكم بتشجعني جامد تمام.
وخليكم معايا ان شاء الله، هعمل معاكم وصفات جديدة للعيد. ولو عايزين اي وصفة ياريت تقولولي اعملها لكم، وان شاء الله لو قدرت اعملها لكم بطريقتي. واتمنى ان كل وصفاتي تعجبكم. خليكم معايا بقى لفيديوهات العيد، وياريت بقى تجربيها، ان شاء الله هتعجبك. ولو عجبتك ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب، وياريت تفعلي الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.